أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله واحد بلا عدد دائم بلا أمر قائم بلا عدد لم يتخذ له صاحبة ولم يكن لا والدا ولا ولد على فقر وبطن فقر والسر عنده علانية لا تخفى عنه خافية يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وأشهد أن محمدا عبده وصفيه ورسوله وخليله وخيرته من حقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنه. أما بعد، أوصيكم بنفسي خاطئة الخطأ بتقوى الله عز وجل وكثرة مخافته حيث أمرنا في محكم التنزيل. بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما بدأنا الحديث على الحياء نعود من حيث أنه احتجاب عن الأنظار. الله حيي ستير باطن بذاته ظاهر في تجلياته من مواهبه وعطياته. ما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، فاتصاله بالأنبياء من وراء حجاب واتصاله بالخلق من وراء حجاب. ترى الجود والعطاء ولا ترى المعطي، هذه الصفة من مقتضيات الحياء، أن الفعل يدلك على الفاعل في غياب النظر عن الذات. وكأن أعظم ما في الكون ما غاب عن الأنظار، ما كان في مجال السر والخفاء والظهور من وراء حجاب بالفعل لا بالذات. بالخفاء لا بالشهرة. لذلك كان عالم الملائكة من أعظم العوالم، هي أرواح لا تظهر لنا لها أجسام. كذلك أعظم ما في الإنسان ذلك البعد الذي لا يظهر منه، ألا وهي الروح. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أعظم ما في الإنسان روحه. أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. فالروح احتجبت بالجسد، فالجسد حجاب الروح، لكن أعظم ما في الإنسان روحه. لذلك محط نظر الله قلوب العباد، لا الصور والأشكال والأشباح، بل ما يهم الله الأرواح للأشباح. من هنا نفهم بعد رمضان، لأنه عبادة الروح بامتياز. رمضان تميز، أو صوم رمضان تميز بهذه العبادة الخاصة بالروح. ذلك وأن الروح لا تأكل ولا تشرب ولا تجامل،
الروح ليست لا بذكرين ولا بأنثى، ولا تحتاج إلى أكل ولا إلى شرب، بل الجسد هو الذي يحتاج إلى الأكل والشرب. فصوم الجسد غذاء الروح، وإشباع الجسد تجويع للروح، كما قال العارفون: إذا شبع الجسد جاعت الروح، وإذا جاع الجسد شبعت الروح. لأن الإنسان مكون من هذين البعدين المتضادين. أبيت يطعمني ربي ويسقيني. عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم لماذا يواصل الصيام، كانوا يواصل الليل بالنهار، لا يأكل لا بالنهار ولا بالليل أياما طوال. فقال له الصحابة: يا رسول الله، تصوم بالليل والنهار؟ الحديث صحيح. قال: لست كأحدكم، لأن روحه غلبت جسده، وإذا غلبت الروح الجسد غلبت قوانين الروح قوانين الجسد، وحصلت الخوارق. المعجزات هكذا تفسر، عندما تغلب الروح الجسد يعني يخترق أو يخرق الجسد قوانين المادة، كظاهرة الإسراء مثلا، عندما تسطو الروح على الجسد يخف الجسد بحيث لا يصبح له وزن، يصبح كالملائكة في الهواء يحلق. لذلك كان عيسى يمشي على الماء عليه السلام. رمضان عبادة الروح، والروح هو القرآن كما جاء في وصفه في القرآن نفسه: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره. فالملائكة روح والإنسان فيه روح، وأنزل الله الروح على الأنبياء لتشبع وتنتعش الأرواح، لأن الأرواح لا تتغذى إلا بالأرواح، والقرآن روح. ولذلك جاء شهر رمضان عبادة الروح وغذاء للروح بالاتصال بالقرآن. هكذا كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، كان يجالس جبريل، وأثر هذه المجالسة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد جوده، كان أجود ما يكون عند رمضان عندما يجالس ويلتقي بجبريل، لأنه يعني يتغذى بالصيام ويتغذى بالقرآن. وفي رمضان ينزل الروح، والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وجاء في معنى الروح في سورة القدر، جاء فيها في معناها تفاسير عدة، منها أن الروح هو أمر تسكن إليه النفس، روح يسري في العالم، قيل جبريل قيل ملك من أكبر الملائكة وقيل وقيل، لكن الذي يهمنا أن هذا الروح الذي لا يرى له أثر على الأرواح، وأكثر ما يكون أثره في رمضان وفي العشر الأواخر منه. من هنا نفهم معنى الحياة. الصائم لا تظهر له عبادة، لا تظهر له عبادة، لا يشهر عبادته، بل يعيش في السر. وكذلك ينبغي أن يكون تمظهراته في المجتمع يؤثر بخفائه ويظهر بحيائه، كائن بائن
كائن موجود لكن باقي متصل منفصل. ولذلك كانت عبادة السر عند الله أفضل من عبادات العبادات التي تظهر للناس، وذلك في الصلاة إذا المفروضة، وذلك في الذكر، وكذلك في الصدقة. كلما خفي العمل كلما كان له أثر على الدنيا والكون، لأنه يكون أقرب إلى الإخلاص وأبعد عن الرياء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.